حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنرسم مع بعض من كرتون ماي ليتل باني. هنرسم شخصيه فلوتر شاي، يا رب تكونوا بتحبوها. امشوا معايا بالترتيب في الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، لايك وشير الفيديو، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنبدا نرسم زي ما تعودنا بخط خفيف بالقلم الرصاص، ما ننتقلش جامد بالقلم الرصاص عشان ما يبانش واحنا بنلون ويضايقنا زي ما اتفقنا في كل الفيديوهات اللي فاتت. انا هنا مش بمسح، انا بس بخفف القلم الرصاص اللي انا عاملاه، خليه خطوط خفيفه بس. انا شايفاها برضو، لو مش حابين تعملوا الخطوه دي دلوقتي ما تعملوهاش، استنوا بعد ما تحبروا او ترسموا بالقلم الحبر عليها او بقلم تقيل تعملوا الخطوه دي براحتكم. هنبدأ نشتغل عليه بالقلم الحبر بتاعنا، نمشي على الخطوط اللي خلاص استقرنا عليها واللي احنا شايفينها ان هي صح، هنمشي عليها كلها بالقلم الحبر.
بنمسح بقى اي اثار القلم الرصاص بتاعنا عشان الرسمة بتاعتنا تبقى نظيفة خالص. نيجي بقى المرحلة المهمة بتاعتنا، مرحلة التلوين. اللي ما شافش فيديو ازاي نلون صح يشوفه تاني او يرجع يشوفه قبل ما يبدأ تلوين. لازم نلون كله في اتجاه واحد، ما نسيبش فراغ بيضة، ونلونش بطريقة الشخبطة، بالراحة خالص وعلى مهلنا. انا كده خلصت خلاص. يا رب يكون سهله بالنسبه لكم وبسيطه تعجبكم. حاولوا تنفذوها وتبعتولي الرسمه بتاعتكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير للفيديو. سيبولي كومنت من كومنتاتكم اللي بتساعدني. واشوفكم فيديوهات تانية كتير على خير. نسيت اقول لكم لو عايزين باقي شخصيات الكرتون ده ابعتولي او اكتبولي في كومنت وانا اعملها لكم كلها ان شاء الله.